بدأ هذا اليوم عادياً مثل بقية الأيام، إلى أن دخل هدف في مرماي ولم أنتبه، فغضب رفاقي واتهموني بأنني كنت سبب خسارتهم. ثم ماذا حدث معك؟ وفي الطريق أردت أن أشتري بعض الحلوى. أكمل يا صاروخ أكمل. ولكنني فوجئت بأنني أضعت نقودي في مكان ما ولم أنتبه. معقول؟ وماذا حدث بعد ذلك؟ لا تتوقف يا صاروخ أكمل. غضبت لأني فقدت نقودي، فأخذت أجري بسرعة حتى سقطت في بركة مياه فتلوثت ملابسي. مسكين يا صاروخ مسكين. تابع يا صاروخ. وعندما خرجت من بركة المياه جلست على الرصيف متعباً حزيناً وأنا أفكر في كل هذه المشكلات التي حدثت اليوم. معك حق، إنها مشكلات صعبة. وفجأة شاهدت في إحدى زوايا الطريق قطاً مبللاً بمياه المطر. وبعد؟ وعندما نظرت في عينيه أحسست بأنه حزين مثلي، وبعد لحظات نهض وتوجه نحوي وجلس بين يدي وكأنه يريد أن يتدفأ وبدأ يلاعبني. وفي هذه اللحظة تحول كل حزني إلى سعادة كبيرة وبدأت أستمتع بالمطر الذي يتساقط علي. حقا فقد دفعتنا إلى البكاء بشدة. أستحق الفوز. نعم أجمل ما في القصة هو العلاقة الجميلة التي نشأت بين صاروخ والقط، وهي التي أعطته الشعور بالسعادة. أظن أن هذه القصة تستحق أن تفوز بجائزة أجمل قصة هذا العام في مدرستنا. لماذا تبكي يا صاروخ؟ إنها المرة الأولى التي أفوز فيها بشيء ما. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.